بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني مهندسي الشبكات بالعالم العربي، أرحب فيكم. أنا أخوكم حسن صالح مرشد في الفيديو 36 من سلسلة فيديوهات النتورك بلس. في هذا الفيديو رح نأخذ أسئلة الفصل 16، واللي بيتكلم عن الشبكات الواسعة، والذي يتم اختصارها بكلمة WAN، وهي اختصار ب Wide Area Network. نبدأ بالريتن لاب ومع السؤال الأول، واللي بيقول الوان هي اختصار لي. الجواب هي اختصار لي Wide Area Network. السؤال الثاني وبيقول عند اختصار ال PSTN هي يعني ما هي الجملة التي يدل عليها هذا الاختصار؟ الجواب هي Public Switched Telephone Network، وهي الشبكة العامة الخاصة بشركة الاتصالات، واللي يتم استخدامها حاليا في نقل الصوت الخاص بالتليفونات الأرضية، وكذلك نقل البيانات الخاصة بالفروع التي يتم ربطها مع بعضها البعض من خلال شركة الاتصالات. السؤال الثالث، لديك منفذ متسلسل واحد في جهاز الموجه، وتحتاج بالاتصال بأكثر من موقع بعيد من خلال هذا المنفذ، فما هو بروتوكول الشبكة الواسع الذي سوف يعتبر مناسب لهذا الاختيار؟ الجواب راح يكون الفريم ريلي، لأن الفريم ريلي ممكن من خلال منفذ واحد كفيزيكال نقوم بتقسيمه إلى عدد من المنافذ لوجيكال، وكل منفذ يتصل مع فرع من الفروع التي نريد أن نربطها فيما بين الموقع والمواقع الأخرى. السؤال الرابع، ما هي السرعة الأقصى لنقل البيانات T1؟ الجواب هي 1.5 أو هي فعليا 1544 ميجا بايت في الثانية الواحدة، يعني تعادل أكثر من جيجا. فلما نيجي نحسبها بالميجا بايت، فهي أقصى سرعة ممكن توصل لها T1 هي 1544 ميجا بايت في الثانية الواحدة. السؤال الخامس، ماذا تعني الديماركيشن بوينت؟ الجواب هي نقطة ترسيم الحدود، وهي النقطة التي تنتهي فيها ملكية العميل وتبدأ فيها خطوط شركة الاتصالات، بحيث من خلال هذه النقطة يتم تحديد ملكية العميل التي لا تتدخل فيها شركة الاتصالات ولا تملك فيها صلاحية، وبين ما هو تابع لشركة الاتصالات وهذه اللي هي تابعة لشركة الاتصالات لا يملك عليها العميل أي صلاحيات. السؤال السادس بيقول عندنا بروتوكول الـ HDLC هو اختصار لماذا؟ الـ HDLC هو اختصار لـ High Level Data Link Control Protocol، ويعتبر أول بروتوكول من بروتوكولات الـ Point to Point في عالم الشبكات الواسعة، أو اللي هو البوينت تو بوينت، اللي هو عملية الربط بين نقطة ونقطة، ويتم استخدام فيه الليز لاين أو الخطوط المؤجرة، بحيث أنه يكون خط خاص ومؤجر يربط فيما بين طرفين. يعتبر الـ HDLC هو من أوائل البروتوكولات التي دعمت هذا النوع من أنواع الربط في الشبكات الواسعة. السؤال السابع بيقول عندنا بروتوكول الترابل بي، ما الاختصار الذي يمثله؟ الجواب هو اختصار لي Point to Point بروتوكول، أو بروتوكول النقطة لنقطة. ويعتبر بروتوكول الترابل بي هو تطوير لبروتوكول الـ HDLC، حيث تم تطويره وجعله يحتوي على مميزات غير موجودة في بروتوكول الـ HDLC. وفعليا بروتوكول الترابل بي هو الأكثر استخداما في تقنية تأجير الخطوط أو الليز لاين في عالم الشبكات الواسعة.
السؤال الثامن، ما هو الاختصار الذي يمثله الـ ISDN؟ الـ ISDN هي اختصار لـ Integrated Service Digital Network. السؤال التاسع وبيقول الـ ETM، ما هو الاختصار الذي يمثل بروتوكول الـ ETM؟ بروتوكول الـ ETM هو اختصار لـ Assigned Assurance Transfer Mode، ويعتبر الـ ETM من البروتوكولات التي يعني أصبحت شبه قديمة، لذلك بسبب ظهور بروتوكول أحدث منه اللي هو بروتوكول الفريم ريلي، والذي يعتبر تطوير لبروتوكول الـ ETM. السؤال العاشر بيقول ما هو عنوان الـ ETM؟ العنوان الذي يستخدمه بروتوكول الـ ETM هو الـ Virtual Path Identifier / Virtual Circuit Identifier. ننتقل الآن إلى الريفيو كويشنز أو أسئلة المراجعة أو أسئلة الخيارات، ونبدأ بالسؤال الأول واللي بيقول ما هو من التالي ليس من بروتوكولات أو تقنيات الشبكة الواسعة؟ الخيار طبعا راح يكون الخيار دي اللي هو بروتوكول الريب. بروتوكول الريب ليس من بروتوكولات أو تقنيات الشبكة الواسعة، وإنما هو بروتوكول من بروتوكولات توجيه البيانات. باقي الخيارات اللي هي الـ ETM، الـ ISDN، الـ MPLS كلها تعتبر تقنيات وبروتوكولات تابعة لعالم الشبكات الواسعة. السؤال الثاني، ما هي طبقات نموذج الـ OCI التي تعمل فيها البروتوكولات الواسعة؟ أغلب البروتوكولات الواسعة هي بتعمل في ضمن الطبقات اللي موجودة في الخيار C، واللي هي الفيزيكال والداتا لينك والنتورك. مش معظمها، تقريبا كلها بتعمل ضمن هذه الطبقات اللي هي الفيزيكال اللي هو الوسط المادي واللي هو عملية نقل البيانات كإشارات كهربائية في داخل الشبكات الواسعة. الداتا لينك، جميع البروتوكولات ما عدا بروتوكول الـ MPLS كلها موجودة في الداتا لينك. الـ MPLS هو يعني يعتبر الجديد الذي قدمه، أنه يستطيع أن يعمل كعملية نقل بيانات سواء في الطبقة الثانية اللي هي الداتا لينك أو في الطبقة الثالثة اللي هي طبقة النتورك. ننتقل إلى السؤال الثالث. السؤال الثالث بيقول ماذا يطلق على الكابل الذي يتم استخدامه للربط فيما بين مودم الـ CSU/DSU والسنترال أوفيس أو المكتب الخاص أو المكتب المركزي الخاص بشركة الاتصالات؟ الجواب راح يكون الخيار A اللي هو اللوكال لوب. لو عندنا هنا موقع العميل وهنا فرع مكتب شركة الاتصالات وخرجت منه كيبل، هذا الكيبل وصل إلى العميل، هذا الكيبل بيطلق عليه اللوكال لوب. سواء كان هذا الكيبل بيتم استخدامه في التلفون الأرضي الثابت أو بيتم استخدامه في عملية نقل البيانات، في كل الحالتين بيطلق عليه اللوكال لوب كيبل. السؤال الرابع وبيقول ما هو نوع الاتصال الذي يصف سرعة نقل البيانات 3152 ميجا بايت في الثانية الواحدة؟ الجواب راح يكون الخيار دي واللي هو التي 2 هو ممكن يوصل في عملية نقل البيانات إلى 3152 ميجا بايت. السؤال الخامس، السؤال الخامس وبيقول الشبكة اللاسلكية ما هو الوسيط الذي تقوم باستخدامه؟ الجواب راح يكون الخيار دي واللي هو الهواء. طبعا في داخل الهواء بتوجد موجات الراديو واللي بيتم استغلالها في عملية نقل البيانات الخاصة بالشبكات اللاسلكية. السؤال السادس،
ما هو من التالي ليس من أنواع DSL؟ طبعا هنا لما بيحطوا علامة إكس فهما يعني أنه في دائما حرف تابع لل DSL كأنواع، فهما يقولوا يعني ما هو من هذه الخيارات غير تابع لأنواع DSL؟ الجواب راح يكون الخيار C واللي هو ال FDSL، لأن بينما الخيار A EDSL هذا يعتبر من أنواع DSL، ال HDSL هذا أيضا نوع من أنواع DSL، وعندنا ال SDSL هذا أيضا نوع من أنواع DSL، بينما ال FDSL ليس من أنواع DSL. السؤال السابع، ما هي سرعة المعيار OC12؟ وطبعا احنا عارفين المعايير OC هي موجودة في شبكات الألياف الضوئية الخاصة بالشبكات الواسعة، وطبعا عندنا معايير، واحدة من هذه المعايير هي OC12، فما هي السرعة التي ترمز إليها OC12؟ الجواب يرمز إلى سرعة 622 ميجا بايت في الثانية الواحدة، أي الخيار C. السؤال الثامن، ما هو بروتوكول الشبكة الواسعة والتي تستخدم في تقنية تبديل الخلية؟ طبعا الجواب راح يكون الخيار C اللي هو الـ ETM. الـ ETM هو البروتوكول الوحيد الذي يقوم بتغليف البيانات على شكل خلية سيل، وهي ثابتة دائما، بتكون بحجم 53 ميجا بايت، فلما نشوف كلمة سيل مباشرة نعرف أن هذا بيتم التعامل معه من خلال بروتوكول الـ ETM، أو الذي يقوم بإنشائه وتغليف البيانات على شكل خلية هو بروتوكول الـ ETM، والـ ETM هو واحد من بروتوكولات الشبكة الواسعة. السؤال التاسع، ما هو بروتوكول الشبكة الواسعة الذي يعمل بتقنية الباكيت سويتش؟ الجواب راح يكون الخيار A اللي هو الفريم ريلي، وكذلك حيكون الخيار C اللي هو تقنية الـ ETM، كلاهما يعملان في تقنية الباكيت سويتشينج. السؤال العاشر، إلى ماذا يرمز الـ CIR في داخل الفريم ريلي؟ راح يكون جوابنا هو الخيار C. CIR هي طبعا اختصار لـ Committed Information Rate، وهي ترمز إلى السرعة المتفق عليها بين العميل وشركة الاتصالات، ولا يجب أن ينخفض سرعة نقل البيانات عن هذه السرعة المتفق عليها حتى في أوقات الازدحام. لماذا؟ لأن العميل دفع رسوم في مقابل حصوله على هذه أو على هذا المعدل من عملية نقل البيانات كسرعة، وبالتالي يجب أن لا يتم النزول عن هذا المعدل. السؤال الحداش بيقول، ما هو حجم خلية الـ ETM؟ راح يكون الخيار هو الخيار B واللي هو 53 بايت. خلية الـ ETM دائما بتكون ثابتة الحجم، وهي دائما بتكون 53 بايت، لا تنقص ولا تزيد. السؤال الثاني عشر بيقول، ما هي الشبكة الواسعة التي تقوم بنقل البيانات بمعدل 44.7 ميجا بايت في الثانية الواحدة؟ الجواب راح يكون الخيار T3. عفوا، هي أتوقع، لا هي 400، أنا أتأكد من هاي المعلومة، راح أتأكد منها هل هي مقصود 447 ولا، بس هي تظهر لي أنها 44.7،
فراح يكون الخيار بي اللي هو تي 3. السؤال الثالث عشر بيقول: ما هو بروتوكول الشبكة الواسعة الذي يتم وصفه أنه في الطبقة الثانية والنصف من نموذج الـ OCI Layer 2.5؟ طبعا راح يكون الجواب مباشرة هو الـ MPLS. خذوها قاعدة، جميع بروتوكولات الألوان زي الفريم ريلي، الـ ISDN، طبعا الريب مش ضمن البروتوكولات، عندنا مثلا الـ ETM إلى آخره، بروتوكولات الشبكة الواسعة كلها بتعمل في داخل الطبقة الثانية، ما عدا بروتوكول الـ MPLS الذي يعتبر يعمل في الطبقة الثانية والنصف، أي أنه يعمل فيما بين الطبقة الثالثة والثانية، وبالتالي هو يفهم ويستطيع من خلاله أن نتعامل على مستوى الطبقة الثالثة، وأن نربط الفروع على مستوى الطبقة الثالثة، أيضا نستطيع أن نربط الفروع على مستوى الطبقة الثانية. السؤال الرابع عشر بيقول: ما هو المعيار المشابه للتي في أوروبا؟ طبعا المعيار التي هذا موجود في أمريكا، ويشابهه في أوروبا هو المعيار E والموجود في الخيار A. السؤال الخامس عشر بيقول: ما هو من التالي جهاز يتم استخدامه في اتصال الشبكة الواسعة؟ راح يكون عندنا هنا الخيار A اللي هو الجهاز CSU/DCU. هذا الجهاز هو يعتبر مودم يعمل في داخل الشبكات الواسعة من ناحية العميل، ويربط فيما بين العميل وشركة الاتصالات. طبعا عندنا هنا الإيثرنت سويتشز، هذا معروف أنه بيعمل في الطبقة المحلية، عندنا أجهزة البريدج أيضا تعمل في الشبكة المحلية، عندنا أجهزة الكمبيوتر أيضا تعمل في الشبكة المحلية. إذا الخيار A هو الخيار الصحيح. السؤال السادس عشر وبيقول: ما المقصود بالـ CPE؟ الجواب راح يكون هو الخيار B، وهي الـ CPE هي ترمز إلى الأجهزة الخاصة بالعميل وليس لشركة الاتصالات سلطة عليها. السؤال السابع عشر بيقول: ما هي البروتوكولات المستخدمة في الخطوط المستأجرة؟ الجواب عندنا بروتوكولين، اللي هو الخيار A الـ HDLC، وعندنا الخيار D اللي هو الترابل B اللي هو Point to Point بروتوكول، ويعتبر الـ HDLC القديم والترابل B هو الحديث. السؤال الثامن عشر وبيقول: ما هي البروتوكولات التي تعمل بمبدأ تبديل الباكيت سويتشينج؟ راح يكون عندنا الخيار A اللي هو الفريم ريلي، والخيار B اللي هو الـ ETM، والخيار C اللي هو X025 يعتبر أول بروتوكول عمل في طبق في تقنية الباكيت سويتشينج، وبعد كذا تم تطويره إلى بروتوكول الـ ETM، وبعد كذا تم تطوير الـ ETM إلى بروتوكول الفريم ريلي. السؤال التاسع عشر وبيقول: ما هو من التالي من أنواع الـ ISDN؟ الجواب راح يكون عندنا خيارين، عندنا الخيار الأول اللي هو الخيار الـ A واللي هو Basic Rate Interface، وهذا طبعا كان يتم استخدامه لاشتراكات الأفراد، عندنا بعد كذا الخيار C اللي هو اختصار لـ Primary Rate Interface، وهو خاص باشتراك الشركات. السؤال العشرين بيقول: ما هو من التالي من أشكال الفريم ريلي؟ عندنا هنا الشكل الأول ما شاء الله، يعني تقريبا كل الخيارات، بس عندنا خيار السي هو خيار مكرر فما راح ناخذه، عندنا الاي اللي هو الفول مش تيبولوجي، وهذا معناه انه كل فرع او كل راوتر متصل مع الراوتر الآخر بشكل مباشر. يعني تخيلوا معايا، عندي هنا راوتر 2
ثلاثة أربعة مثلا. كل راوتر راح يكون متصل بالآخر بشكل مباشر، الراوتر واحد متصل مع باقي الراوترات بشكل مباشر، الراوترات الثانية متصلة بشكل مباشر مع باقي الراوترات بهذا الشكل. إذا كل راوتر متصل مع الراوتر الآخر بشكل مباشر، وهذا يطلق عليه الفول مش توبولوجي، وهي نوع من أنواع التوبولوجي التي توفرها لنا الفريم ريلي، ويعتبر من أغلى الأنواع وأكثرها تكلفة، لأن كل رابط يربط فيما بين جهازين راح تقوم بدفع اشتراك شهري أو سنوي في مقابل هذا الرابط. بعد كده عندنا الخيار بي اللي هو البارتيال مش توبولوجي، وهو يعني نصف كامل، ومعنى ذلك أو كامل بشكل جزئي، ومعنى ذلك أن في بعض الأجهزة متصلة مع جميع الأجهزة وبعضها غير متصل مع جميع الأجهزة. فمثلا عندنا هنا الراوتر واحد، وهذا الراوتر اثنين، وهذا الراوتر ثلاثة، وهذا الراوتر أربعة. الراوتر واحد متصل مع جميع الأجهزة بصفته مثلا هو الموقع الرئيسي، الراوتر اثنين من متصل مع واحد واثنين وثلاثة، بينما مثلا باقي الراوترات إذا حبت مثلا تتصل ب مثلا عندنا هنا الراوتر أربعة غير متصل مباشرة مع الراوتر اثنين أو ثلاثة عفوا، فوقتها راح يضطر أن يروح إلى الراوتر واحد، ومن الراوتر واحد راح يذهب إلى الراوتر ثلاثة. يعتبر هذا النوع أقل تكلفة من نوع الربط الكامل في داخل تقنية الفريم ريلي. بعد كده عندنا الخيار دي واللي هو النوع الثالث والأخير من أنواع الربط في داخل شبكة الفريم ريلي، واللي هو هاب انت سبوك تيبولوجي. الهاب انت سبوك هو فكرته أنه في عندنا راوتر يكون هو موجود في الفرع الرئيسي، وعندنا مثلا هنا راوترات موجودة في الفروع، خلينا نفترض أربع راوترات. الراوتر الرئيسي متصل بجميع الراوترات الموجودة في الفروع، باقي الراوترات هي متصلة مع الراوتر الرئيسي ولكن لا تملك اتصال مع باقي الفروع، وبالتالي لما كل راوتر موجود في الفرع في فرع يريد أن يحدث راوتر أو يرسل بيانات إلى راوتر آخر موجود في فرع الآخر، عندها يجب أن يمر من خلال الفرع الرئيسي. فمثلا عندنا هنا راوتر أربعة أراد إرسال بيانات إلى راوتر اثنين، فعليه أن يمر إلى راوتر واحد، وراوتر واحد راح يرسلها بناء على عنوان المرسل إليه إلى الراوتر رقم اثنين. يعتبر هذا النوع هو الأكثر استخداما لأنه الأقل تكلفة، ولأن عدد الخطوط اللي راح نستأجرها من شركة الاتصالات أقل عدد خطوط ممكن استئجاره. ولكن عيب هذا النوع شيء واحد، أنه لو أو مجموعة أشياء مش شيء واحد، من أهمها أنه لو تعطل الراوتر الرئيسي إحنا بكذا شبكة الفريم ريلي عندنا تعطلت كامل، لأن حتى الفروع رغم أنها شغالة إلا أنها لن تستطيع أن تخاطب بعضها البعض، ذلك لسقوط الراوتر رقم واحد. كذلك البيانات اللي يتم إرسالها بتكون مدبلة، يعني وصلت من الراوتر مثلا أربعة وهي ذهب إلى الراوتر اثنين، ومع ذلك راح تذهب إلى الراوتر واحد، راوتر واحد راح يكررها ويعيد إرسالها إلى الراوتر أربعة. هنا بيحصل عندنا عملية تدبيل لإرسال البيانات واستهلاك الباندوث أو السرعة الخاصة بالشبكة. طبعا هذا بالإضافة إلى إشغال الراوتر واحد في عمليات إرسال واستقبال للبيانات لا علاقة له فيها، وذلك لأنها غير مرسلة له، وإنما هي مرسلة لأجهزة أخرى موجودة في الفروع الأخرى وليست موجودة لديه. إلى هنا نكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، وعلى أمل أن ألقاكم في الفيديو القادم. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.